السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ وعليكم السلام، أهلا دكتورة. ايه اخباركم؟ ايه الحمد لله تمام، انتي كيفك؟ الحمد لله الحمد لله. احنا هنكمل النهاردة كرونيك نيمونيا والنيمونيا في الاميون كومبرومايزد هوست. احنا امبارح اتكلمنا على الاكيوت نيمونيا وعرفنا البكتيريال والفيرال والاسبيريشن نيمونيا، وعرفنا الفرق بين اللوبر نيمونيا واللوبيلر نيمونيا والانترستيشيال. النهارده بقى هنتكلم على الكرونيك نيمونيا. الكرونيك نيمونيا بيبقوا دايما الكرونيك بتبقى جرانيلوماتوس نيمونيا، بيبقى فيها جرانيلوم. اهمهم واشهرهم هو التبيركلوزيس التي بي، وفي النون تبيركلال مايكوبكتيريا كمان. في ثلاثة كمان زي التبركلوز بالظبط، بتعمل جزئية الجرانيلوما شبه التبركلوز بالظبط، بس هم فنجاي مش بكتيريا، اللي هم الهيستوبلازموسس والكوكسيتيو مايكوزيس والبلاستو مايكوز. الثلاثة إن شاء الله المحاضرة الجاية هنتكلم على التي بي بالتفصيل. النهاردة هنكمل الباقي، الهيستوبلاسموزس والكوكسيديو مايكوزس والبلاستو مايكوزس. دول زي ما احنا قلنا دايمورفيك فانجاي، بيعملوا لوكالايزد ليجنز في الاميون كومبتنت بيشنت، انما بيعملوا ديسيمينيتد سيستميك ديزيز مع الاميون كومبرومايزد، وعشان كده هما كمان بيخشوا في الاميون كومبرومايزد انفكشن، وبيعملوا تي سيل ميديتد اميون ريسبونس، عشان كده بيؤدوا لجرانيلوما في الاخر، سيل ميديتد اميونيتي. الكلينيكال فيتشر بتاعتهم ممكن بيجوا باكيوت سيمبتومز، اكيوت برايمري بالمونري انفكشن، او كرونيك جرانيلوماتوس بالمونري ديزيز، او ديسيمينيتد ميلياري ديزيز. كلمة ميلياري ديزيز دي معناها إن في تيبركلز بس أو جرانيلوماس، بس الجرانيلوماس دي not well formed، يعني ill defined multiple جرانيلوماس في كل الأورجنز بتاعة الجسم كلها، في البرين وفي الليفر وفي السبلين وفي اللونج، وده بيحصل دايما مع الاميون كومبرومايزد، يعني اما الاميونتي بتاعت البيشنت بتبقى قليله والفيرولانس بتاع المايكرو اورجانيزم كبير، بيحصل ديسيمينيتد ميلياري ديزيز، وده هنشوفه كمان في التي بي. بالمايكروسكوب زي ما احنا قلنا عباره عن جرانيلوما وفيها نيكروز بالظبط شبه الجرانيلوما بتاعت التي بي. الاورجانيزم نفسه بقى اول حاجه الهيستوبلازموزس، دي اسمها هيستوبلازما كابسوليتوم، زي ما احنا شايفين كده بتبقى عبارة عن small yeast rounded in shape, round to oval in shape، صغيرة أوي في size من 2 ل 5 مايكرو. الكوكسيديو مايكوزس المايكرو أورجانيزم بتاعها اسمه كوكسيديو إميتس، ودي بتبقى thick walled non budding spherules، spherules كده لها thick wall وجواها في small endospores، ودي سايز بتاعها لارج سايز من 20 ل 60 مايكرون. واما بتعمل هنا جرانيلوما، والجرانيلوما دي ابسيليويد جرانيلوما، فيها ابسيليويد سيلز ومالتي نيوكليت جاينت سيلز، وبعض الجاينت سيلز بلعه عامله فاجوسيتوزس للسفريولز دي. النوع التالت بلاستومايكوزس، دي اسمها بلاستومايسيس ديرماتيتس، ودي بقى وسط بين الاثنين، لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، راوند تو اوفال من 5 ل 25 مايكرو زي ما احنا شايفينها هنا دي، ودي بالسيلفر ستين بيصبغ الفنجاي. النيمونيا بقى في الاميون كومبرمايزد، الاميون كومبرمايزد ايوه في السلايد الثاني كان مكتوب اكيوت بعدين مكتوب كرونيك، يعني انه بتبلش هي في اكيوت انفكشن بقى اكيوت انفكشن وبعد كده بتستمر كرونيك حسب الاميونتي بتاعت البيشنت. لو البيشنت اميون كومبتنت بتبقى اكيوت بس وتبقى ريزولف، يعني لو لما تكون كرونيك لازم يكون في جرانيولوم. كرونيك بتعمل جرانيولوم. تمام ماشي دكتور. ماشي.
النيمونيا في الاميون كومبرمايزد، اميون كومبرمايزد يعني زي الايدز بيشنت، زي الناس اللي بتاخد كورتيكوسترويد ثيرابي، زي الناس اللي بتاخد اميون سبريسنت بعد الترانسبلانتيشن اللي عاملين عمليات زراعة كلى او زراعة كبد، زي الناس اللي عندهم ديزيزز في الاميونتي جين، زي احنا خدنا مع الشيدياك هيجاشي ديزيز والديزيز بتاعت الاميونتي كلها، الناس اللي عندهم كانسرز زي الهوجيكن ديزيز وزي بعض انواع اللوكيميا بيبقوا اميون سبريست. وفي البون مارو ديبريشن لاي سبب، ممكن بعض الدراجز زي كلورامفينيكول من الحاجات المشهورة اللي بتعمل اميون سبريشن، وبعض الديزيز زي الابلاستيك انيميا، كل دي بتبقى اميون سبريست بيشنت، بيبقوا معرضين لانواع معينة من المايكرو اورجانيزمز تعمل انفكشنز سيفير وبتعمل نيمونيا. من ضمن الانفكشنز دي النيمونيا، اول حاجة البكتيريال انفكشنز، هم زي بيبقوا معرضين للمايكوبكتيريا سبيشيز، وبيبقوا معرضين للسودوموناس اريجينوزا اللي احنا قلنا بتعمل انفيجن البلاد فيزلز، وبيبقوا معرضين للليجيونيلا نيموفيلا، ليجيونيريا بتاعت التكييفات، وبكتيريا اسمها الاستيريا مونوسايتوجينز. الفيروسز اشهر فيروسز برضو بتيجي في الاميون سبريسنت بيشنت، السيتوميجالو فيروس والهيربس فيروس. فانجل برضو في مجموعة فانجاي كده بتحب برضو الاميون سبريست، زي النيموسيستس جيرو فيسي والكانديدا سبيشيز والاسبرجيلاس سبيشيز وكريبتوكوكس نيوفورمانس والميوكور مايكوز. أول حاجة الفيروس السيتوميجالو فيروس ده الموست كومن اوبورتونيستيك فيرال انفكشن في الايدز بيشنت. بالهيستولوجي سيتوميجالو فيروس ده اما بيبقى بيعمل انفيجن للسيلز بيعمل ميجالو، كلمة عشان كده اسمه سيتوميجالو. سيتوميجالو يعني بيعمل انلارجمنت للسيلز. الافكتد سيلز غالبا في اللونج بتبقى الالفلر ماكروفاج والابيثيريال والاندوثيريال سيلز بتاعت البلاد فيزز او بتاعت الكابيلاريز. الخلايا بتبقى انلارجد وفيها بروميننت انترا نيوكليار وانترا سيتوبلازميك بيزوفيليك انكلوجن زي الصورة دي. هنا دي الالفيولاي، لونج الفيولاي، هنلاقي كل الخلايا الابيثيريال سيلز بتاعت اللونج الفيولاي بقت انلارجد، لكن هنا دي واضحة قوي prominent enlargement، يعني الابيثيريال سيلز دي بقت انلارجد خالص. كمان الاندوثيريال سيل هنلاقي الكابيلاريز اللي فيها ار بي سيز، هنلاقي الاندوثيريال سيلز برضو انلارجد، وكمان بيبقى فيها بيزوفيليك انكلوجن، شايفين الانكلوجنز في السيتوبلازم دي وفي النيوكلاس لارج انكلوجنز، بتدي اول اي ابيرنس شبه عين البومه كده. النيموسيستس جيرو فيسي او كارناي، اسمها القديم كان اسمها نيموسيستس كارناي، دلوقتي جيرو فيسي، دي برضو فانجس، و معظم الناس بياخدوا الانفكشن بتاع الفانجس ده، بس بتبقى ليتنت، بيبقى اللي طول ما الاميونتي قوية بتاعت الجسم خلاص بيبقى ليتنت انفكشن وبيظهر في السيرولوجي بس لو انا عملت لي بي سي ار او عملت السيرولوجي الايزا تيست بيبدأ يظهر. انما اما بيحصل بقى بيشنت يجي له ايدز او يجي يبقى اميون سبريست لاي سبب، بيحصل ري اكتيفيشن للفانجس ده ويعمل لنا النيمونيا، نوع من النيمونيا. النيمونيا دي بيبقى فيها الالفيولاي زي ما احنا شايفين مليانه انترا الفيولار فوبي بنك اوكسيديت، تبقى مليانه بنك اوكسيديت، والسبته تبقى سيك فيها إديمة وفيها انفلاماتوري سيلز، مونو نيوكلير انفلاماتوري سيلز يعني ليمفوسايتس وماكروفاج، جوه الاوكسيديت ده بيبقى فيه السفيريولز بتاعه الفانجس، وبتبقى بتوضح قوي بالسيلفر ستين، بتبقى راوند تو كاب شيبت سيست من 4 ل 10 مايكرون، والسيست دي كمان بيبقى فيها انترا سيستيك بودز، هنا بنشوفها بهاي باور، هي دي سفريولز، كل دي سفريول صغيرة كده، سيست مليانة سيست صغيرة جوه الاكسوديت الفومي اكسوديت ده بالسيلفر ستين بتوضح قوي.
نشوف هنا بالسيلفر ستين وضحت الاسفريولز دي rounded أو cup shape، ساعات بتبقى عاملة زي ال cup أو هلالية الشكل كده. البيشنت ده بالكلينيكال بيبقى عنده فيبر وتراي كاف وديسديا وهايبوكسيا وريستريكتيف لونج ديزيز. ريستريكتيف لونج ديزيز لأن احنا شايفين إن كمان السبتة بيبقى فيها انفلتريشن بالليمفوسايتس وإديم. بالراديولوجي بالإكس راي بنلاقي بايلاترال بيري هايلر وبيزل انفلتري. بيبقى بشورز دايجنوزس بالسبيشال ستين بالسيلفر ستين بقدر بشوف الفانج السفريوز بتاعت الفانجس زي دي كمان في وسط الأكسيدات ده الفومي أكسيدات. بعد كده كانديديازيس، كانديديازيس دي مشهورة قوي، دي اللي هي الكانديدا ألبيكانس، دي نوع من الفنجاي ودي نورمال انهابيتنت، بتبقى موجودة في الأورال كافيتي وفي الأسوفجاس وفي جي أي تي كله وفي الفجاي وفي الفاجينا. بالميكروسكوب الكانديدا ألبيكانس دي بتاخد ثلاث أشكال، يا إما ييست لايك فورمز تبقى شبه اليست بادنج كده، أو سودو هايفي أو ترو هايفي. بالسيلفر ستين بتوضح أكتر. الكلينيكال فيتشر معظمنا شاف الكانديدا انفكشن مع البيبيز الصغيرين أول ما بتولدوا، بيبقى فيه وايتش ديسكراريشن كده على الطنج بتاعهم، ده بنسميه اورال ثراش. ده بيبقى سوبرفيشال انفكشن على الميوكوزال سيرفيس وده الموست كومن بريزنتيشن. ساعات بيجي كمان كانديدا فاجينايتس، تعمل انفكشن في الفاجينا وتعمل ديسشارج وايتش تشيزي لايك ماتيريال كده ديسشارج من الفاجينا. في اما البيشنت ده يبدا يبقى اميون كومبرمايزد، يبدا تبقى يحصل انفيجن للكانديدا دي، في تنزل تحت في الاسوفجاس تعمل لنا كانديدا اسوفجايتس، ده مع الايدز بيشنت. ولدرجه ان هي ممكن بقى تبقى انفيزيف كانديديزس، تخش في البلاد فيزلز وتعمل ديسيمينيشن وتروح لديفرنت اورجنز، ده في الاميون كومبرمايزد بيشنت، تروح الكيدني، تروح الهارت، تروح البرين، تروح الاي، الليفر، اللانج. في اللانج بتعمل بايلاترال نودولار انفلتريت، ده شكل الثراش اللي هو وايتش، طبقه من وايتش ديسكاريشن، دي كلها كولونيز من الفانجس. و ايوه براير صورة كيف بتفوت على الدم؟ من وين؟ بتقول ايه؟ كيف بتفوت على البلد؟ يعني من وين بتفوت؟ بتفوت على البلاد لانها بتبقى انفيزف، بتبقى ما فيش اميونيتي، يعني هي نورمال انهابيتنت. احنا عارفين ان في الاورال كافيتي بتاعنا في مايكرو اورجانيزمز كتيره جدا عايشه متعايشه، اول ما الاميونيتي ما بتقل بتبدا تعمل انفيجن للتشو وتبدا تخش بقى في البلاد فيزلز في الكابيلاريز، وبعد كده من الكابيلاريز تمشي فيه مع السيستميك سيركوليشن وتروح بقى تبقى سيتلت في اجزاء في اورجانز تاني من كتر الانفكشن. بيبقى الكولونيز بتاعت كانديدا ده بيحصل فيها فليرنج، بتبقى سيبير يعني، بتبقى طبقه كبيره جدا وتعمل انفيجن للسيلز بقى. دكتورة بس هي بالأصل ما تكون نورمال فلورا ولا بتكون نورمال فلورا؟ هي نورمال فلور تمام، بس نورمال بتتحول لما يكون في عندي باثوجين. بتتحول لما يبقى في ديكريزد امونو كومبريست. امونو كومبرمايز، واحد خد كورتيكوسترويد فتره طويله قوي هتلاقي يبدا يظهر ثراش في بقه. كمان الناس اللي دايما الكانديدا كمان لها بتأفكت الاسكان وبتيجي في بين الصوابع في قدم، بين صوابع قدم، وبتيجي كمان ممكن تعمل الوبيشيا، تعمل جزء من الاير توقع الشعر. ده بالذات بتيجي بين صوابع القدم وبتبقى في الاماكن مع العرق والحر. والناس الديابيتك كمان، الديابيتك بيشنت برضو الاميونيتي بتاعتهم بتبقى ضعيفه فيحصل فليرنج للكانديدا عنده اكتر من غيرهم. طب دكتورة ايه اللي دخل في التعقيم؟ يعني لو هو مثلا بيكون ينظف ثمه كثير او اشي زي هيك. بينظف فمه كتير؟ لا، هو ملهاش دعوة، هي لها دعوة بالإميوتي بتاعت البيشنت.
طبعا الهيجين مهم، يعني الهيجين مهم ان هو تحافظ من البتاع، بس هي دي نورمال، يعني نورمال فلورا، يعني هي عايشة متعايشة. انتي اصلا لو كتر الهيجين ممكن يخلي انواع تانية من البكتيريا والفنجاي تبقى مور ريزيستنت، وتبقى يحصلها فليرنج اكتر، فاهماني؟ ده شكلها بالسيلفر ستين، بتبقى ييست اللي هي الراوندد او البادز دي، ده شكل ييست، وهايفي اللي هي اللي عامله زي العصيان دي، وسودو هايفي. كريبتوكوكوزس دي برضو بنوع من الفانجس، بتحصل بكريبتوكوكوس نيو فورمانس، ده opportunistic infection. كلمة opportunistic هي نفسها كلمة ال immune compromised، يعني كلمة opportunistic infections دي ال infections اللي بيحصل لها flaring وبتحول ل pathogenic، يعني هي المفروض normal flora، يعني بتبقى متعايشة، عايشة متعايشة، إنما opportunistic يعني استغلالي، يعني بيستغل إن ال immunity ضعفت ويبدأ إيه، يبقى pathognomonic بس pathologic. opportunistic infection في الاميون كومبرمايزد هوست، بالذات في الايدز بيشنت، بيبقى في هي شكلها بيبقى لها سيك زي الصوره اللي احنا شايفينها دي، سيك جيلاتينس كبسول. الكلينيكال فيتشر كريبتوكوكوز دي ما بتيجي في الاميون كومبرمايزد، بتبقى افكت اللانج والسي ان اس وديفرنت اورجانس كمان، تعمل ديسيمينيتد ديزيز، ويبقى في فلوريد بروليفريشن في الاورجانيزم. لكن الغريب ان مفيش انفلاماتوري سيلز، يعني هنا هنلاقيها موجوده جوه الالفيولاي لكن مفيش اي انفلاماتوري سيلز حواليها، او فيري مينيمال انفلاماتوري سيلز انفلتريت، ده علشان الهوست ما عندوش اميونيتي، يعني مفيش اميونيتي. في بعض الناس اللي عندهم اميونيتي بقى، الرياكتيف هوست اللي عنده اميونيتي بتعمل جرانولوماتوس رياكشن، بتعمل تي سيل ميديتد اميونيتي وتعمل جرانيلوم. الاسبرجيلوزس دي برضو نوع من الفانجس المشهورة، ودي برضو بتبقى موجودة في الريسبيراتوري باسج، يعني بتبقى موجودة في النوز، وفي غالبا في النوز وفي اللارينكس، وبتبقى برضو شكلها سبتيتد هايفي. سبتيتد يعني هايفي متقسمة برانش ات اكيوت انجل. لكن الاسبرجيلوزيس دي اما بيبقى الاميون كومبرومايز برضه، البيشنت برضه بتعمل انفيجن البلاد فيزل وول، وتعمل باسكولار نيكروزس وانفاركشن، وهي في الاصل بتعمل جرانولوماتوس رياكشن، فبتبقى بتظهر في اللنج او في الريسبيراتوري سيستم كشكل اما انفيزف بارمولاري اسبرجيلوزيس، ده في الاميون كومبرومايز، وبتعمل نيكروتايزنج نيمونيا فيري اجريسيف، او بتعمل allergic برونكو بالموناري اسبرجيلوزيس، البيشنت يبدا يظهر عليه ازمه اتاكس من الازمه، لان هي الهايفي بتاعتها بتبقى فيري زي الانتيجينيك، يعني بتعمل برونكو بالموناري ازمه، وبيبقى فيه circulating immunoglobulin E antibodies against aspergillus وبريفرال ايزينوفيليا، لإما تنزل في اللنج وتبقى تعمل كورة كده بيسموها أسبرجيلوما فانجس بول من الهايفي بتاعة الأسبرجيلس، ده كولونايزيشن للكافيتي اللي في اللنج، لإما كافيتي بعد التي بي أو في أي اكتاتيك برونكس. دي شكلها بالسيلفر ستين، هنلاقيها هايفي برضو وفيها أكيوت أنجل برانش باكيوت انجل، وفي سبتيتد، سبتيتد يعني متقسمه زي ما احنا شايفين كده، متقسمه العقل. بعد كده اخر حاجه الميوكور مايكوزس، الميوكور مايكوزس ده برضو نوع من الفانجس، ده بقى الهايفي بتاعته نون سبتيتد وبرانش ات رايت انجل، برضو بتعمل انفيجن البلاد فيزل وول، ودي بتبقى مشهوره قوي مع الدايابيتك بيشنت، الديابيتيك بيجي لهم كتير انفكشن بالميوكور مايكوزس، وبرضه ممكن بتعمل جرانولوماتوس رياكشن، وكمان ممكن تعمل زي ما احنا شايفين هنا في الاورال كافيتي، وبتعمل انفيجن للنوز، وممكن تخش على البرين، تعمل راينو سريبرال ميوكور مايكوز. البالمونري ميوكور مايكوز بيبقى لوكالايزد او ديفيوز، ده شكلها برضه
هيفي بس نون سبتيتد مش متقسمه، وبتبرانش باكيوت انجل برايت انجل، زاويه قائمه يعني. البلمونري ديزيزز في الاتش اي في اللي هو الايدز بيشنت، احنا اتكلمنا على الاميون كومبرومايزد اللي هو الاوبورتونيستيك انفكشنز كلهم دلوقتي، اتكلمنا على الفيرال والبكتيريال والفانجل انفكشن، كمان الانفكشنز العاديه اللي هي النيمونيا، النيمونيا العاديه اللي بتيجي في الاميون كومبتنت برضو بتبقى افكت الاميون كومبرمايز كتير يعني بنسبه كبيره اكتر من الناس العاديين يعني، زي البكتيريال نيمونيا، زي الستريبتوكوكال نيمونيا والستاف اوريوس والهيموفيلس انفلونزا. بيقولوا ان التايب اوف انفكشن بيعتمد على السي دي 4 كاونت، احنا عارفين ان الايدز مينلي افكت السي دي 4 اللي هو تي هيلبر سيلز، وبيعمل ديكريز في الكاونتنج بتاع تي هيلبر سيلز. لو السيلز بتاعت تي هيلبر سيلز اقل اكتر من 200 سيلز في الكيوبيك ملي متر، ده البيشنت ده بيبقى سسبتبل للبكتيريال انفكشنز بالذات التي بي، التي بي انفكشن. لو اقل من 200 بيبقى سسبتبل بالذات، معظم الحالات دي بيجي لهم نيموسيستس نيمونيا اللي هي النيموسيستس كارناي او النيموسيستس جيروفيد. اقل من 50 سيل دول معرضين للفيرال اكتر زي السيتوميجالو فيروس والمايكوبكتيريال افيام كومبلكس انفكشن. مايكوبكتيريال افيام كومبلكس دي نوع من المايكوبكتيريا بتدي كومبلكس كده شبه التي بي برضه. البيشنتس دول كمان بتوع الاتش بيشنت دول مش بس انفكشن معرضين للانفكشن، لا معرضين لتيومرز تانية اكتر من غيرهم من الناس العاديين. في تيومر مشهور او اسمه كابوسي ساركوما، ده فاسكولار تيومر بيجي في البلاد فيزلز، ده يعني تقريبا كده بيقولوا اكسكلوسيف مع الايدز او اكسكلوسيف مع الاميون كومبرومايزد بيشنت الكابوسي ساركوما، وده مالجنانت فاسكولار تيومر. والليمفوما كمان بتيجي اكتر مع الاميون كومبرومايزد، وكمان الانسيدنس بتاع البرونكوجينيك كارسينوما اللي في اللانج برضو بتيجي اكتر مع الاميون كومبرومايزد او الايدز بيشنت. بس كده خلصنا المحاضرة بتاعتنا، وإن شاء الله بقينا محاضرة تي بي ومحاضرة لونج تيومرز. دكتورة هسا شو اسمه، لما أخذنا عن الكرونيك نيمونيا كان لحد الآن كل اللي شرحناهم أسبابهم فنجس، فهل إنه دائما بس الكرونيك فنجس؟ لا، ما احنا قلنا تي بي كمان، تمام. بس لسه طب والبكتيريال والفيرال؟ البكتيريال والفيرال، لا الفيرال بتيجي دايما اكيوت مش كرونيك، ما فيش فيرال كرونيك، كل الفيرال نيمونياز اكيوت، والبكتيريال ما فيش بكتيريال نيمونيا غير كل اللي احنا قلناهم برضو اللي هو البكتيريال اللي هو البيوجينيك بكتيريا كلها دي بتبقى اكيوت مش كرونيك. الكرونيك هي اللي بتعمل الجرانيلوما اللي هم التي بي اشهرهم، ده اشهر حاجه، والفانجل والثلاثه فانجاي دول. طيب دكتورة، بقدر اغلب كتير جاي بس شرح بسيط للاسبرجلوسيس؟ ماشي. الاسبرجيلوزيس دي نوع من الفنجاي عباره عن هايفي مينلي، يعني هي هايفي ما فيهاش ييست زي الكانديدا، والهايفي بتاعتها بتبقى سبتيتد، لكن بتيجي بثلاث صور في اللنج الاسبرجيلوس ده، لا اما يعمل انفيزيف بالموناري اسبرجيلوزيس يعني يعمل انفيجن لكل اللنج، ويعمل نيكروتايزنج نيمونيا، نيمونيا فيها اكستنسيف نيكروزس بتبقى فيتال بصراحه يعني، لانها كمان بيخش في البلاد فيزلز ويعمل انفاكشن في اللنج، ده في الاميون كومبرومايزد. ماشي. في بعض الناس بيجي عندهم في صورة الأزمة، برونكيال أزمة، يعمل برونكيال أزمة، دول الناس اللي هم الألرجيك، ودول بيبقوا مش اميون كومبرومايزد يعني بيبقوا اميون كومبتنت
بيبقى الاميونيتي بتاعتهم كويسه، لكن بيحصل لهم هايبر سنسيتيفيتي رياكشن للهاي في دي، ويبقى في اميوجلوبين اي عشان الهايبر سنسيتيفيتي. تاني تالت صوره بقى بيجي فيها برضو دول في اللي عندهم اميونيتي قليله، الاميون كومبرمايز، ممكن يبقى سيتلد في جوه اي كافيتي، دايليتد برونكوس، اكتيتد برونكوس، بيشن عنده برونكياكتسز، ومن كتر الاميونيتي بتاعته ضعيفه تبدا الفانجاي تبقى بروليفريت وتعمل كولونيز جوه الكافيتي بتاعت البرونكياكتسز، او حد عنده تي بي وعنده التي بي بيعمل كافيتري تي بي، هناخده المحاضره الجايه، برضه الكافيتي بتاع التي بي ده ممكن يبقى بيحصل فيه بروليفريشن للكولونيز بتاعت الاسبرجيلوس وتعمل اسبرجيلوما او فانجس بول، بنسميها كوره من الفطر، كوره من الفرج بس، وهو بيبقى فيتال، الاسبرجيلوس ده فيتال في الاميون كومبرمايزد بالذات يعني. أيوة فهمت، يعطيك العافية دكتورة. اي سؤال تاني يا دكاتره؟ دكتور تقدر ترجع على سلايد 25؟ 25 ميوكورمايكوز. من دون لاب دايجنوسيس، كيف بقدر اميز هذا الشخص عن شخص معه ديفثيريا، كونه الكلينيكال برزنتيشن نفس الشيء؟ يعني الشيء هذا ديفثيريا؟ الدفثيريا، يعني بيكون المريض بيكون عنده نفس الشيء بسقف حلقه زي هيك. الدفثيريا مينلي ما بيجيش في سقف الحلق، الدفثيريا بيجي على ال في اللارينكس، يعني على الفوكال كوردز، واللارينكس بيعمل اسفيكسيا على اللارينكس، وبيعمل سودو ممبرين على اللارينكس، في اللارينكس مش في الحلق، مش في سقف الحلق. وبعدين الدفتيريا بيبقى معاها فيفر، هاي فيفر، ويبقى معاها كافينج، بيبقى فيها كافينج جامد، انما ده بيبقى فانجس انفكشن، يعني بيبدا جراديوال انفكشن، ما بيبقاش يعني البيشنت ما بيبقاش عنده فيفر، هاي فيفر. والدفتيريا بتيجي في سن صغير في اطفال يعني، مش في ادلت، والدفتيريا اصلا ما عادتش موجوده في العالم دلوقتي يعني، بعد التطعيمات والحاجات دي. معايا؟ تمام. انت قريت فين ان الدفتيريا بتيجي بتعمل ألسر في سقف الحلق؟ اخذناها بالمايكرو، كان في صورة زي هيك تقريبا، بس لجوه شوي الباتش هاي اللي بسقف حقه. لا، الدفتيريا بتعمل سودو ممبرين على اللارينكس، ومشكلتها اسفيكسيا، بتعمل اسفيكسيا في اللارينكس، يعني بتعمل اختناق في اللارينكس، ايوه تبقى على الفوكال كوردز في اللارينكس. أصلاً كأنه كانت على التونسلز، بتذكر هيك إشي ممكن. ما هي بتبدأ من الدونسلز، يعني بتعمل ألسر على الدونسلز وتنزل على اللارينكس لتحت، لا الفارينكس دكتور، واللارينكس. احنا اخذنا انه الديبثير قاعد تعمل ايش اسمه اوكسيديتيف فرنجس، جاي من فرنجس، فارنجايتس، وبالتالي من ما بقولك فرنجايتس، اسف، فارنجايتس، وبيبتدي من براينس. سودو ممبرينس فارنجايتس، مع ما هي الفارينكس ديبثيريا. واللارينكس. يعني هي بتبدأ من الفارينكس وتنزل على اللارينكس، انما مش في الاورال كافيتي. دكتورة، لما سألتك عن الأسبرجيلوسيس حكيت لي إنه هي مش زي الليست الثانية، إيش يعني الهاي في؟ ما فهمتها بالضبط إيش يعني، إنه مش فاهمة إيش دخل يعني كلمة هاي في أصلاً، ناسين معناها بالضبط. هايفي يعني عصوية، يعني بتاخد شكل عصوي، مش اليست بتبقى بادز كده منورة، اليست زي اليست، زي فطر الخميرة، بيبقى زي صورة الكانديدا، احنا شفنا فيه بادز يعني، هنا شايفة فيه أجزاء ممكن تبقى مدورة عاملة بادنج من الهايفي، يعني هنا هايفي وسودو هايفي، انما الاسبرجيلاس كلها هايفي، عصويه الشكل يعني، وسبتيتد، متقسمه العقل كده أيوة تمام. بس، ده الفرق بينها وبين الكانديدا يعني. يعني لما تشوفيها بالسيلفر ستين تقدري تفرقي بينها وبين الكانديدا ازاي، وتفرقي بينها وبين الميوكور مايكوز ازاي.
تمام دكتورة، بس يعطيك في العافية. التشخيص يعني، أنا عشان بفرق في التشخيص يعني. يعطيك العافية دكتورة، في عندي استفسار بس. معك. بالنسبة للإميونوكومبرومايز، يعني كيف نحدد إنه مثلا هذا الشخص إميونوكومبرومايز؟ يعني مجرد إنه خلاص صار عنده مثلا نيتروبينيا أو ليمفوبينيا صار اعتبرناه إميونوكومبرومايز، ولا مثلا في حالات ثانية مثلا زي اللي عاملين سبينكتومي اللي بنحكي عنهم إميونوكومبرومايز؟ يعني شو الحد الفاصل تنقرر إنه هذا الشخص إميونوكومبرومايز؟ اميون كومبرمايز زي ما انت بتقول كده، بنشوف البلاد بيكشر بتاعه، لو في ليكوبينيا، عنده ليكوبينيا، ده بيبقى اميون كومبرمايز. ليكوبينيا بقى في اي نوع من الليكوسايتس، يعني ممكن يبقى نيتروبينيا، ممكن يبقى ليمفوبينيا، ممكن يبقى بلاستيك انيميا، ما عندوش اي وايت بلاد سيلز خالص، وايت بلاد سيلز بتاعته بتبقى قليله جدا، او ما فيش وايت بلاد سيلز. وكمان في الايدز بيشنت بنعمل تتر للسي دي 4 للتي هيلبر سيلز، بيبقى عنده طيب ليمفوبانيا، بالنسبة ليمفوبانيا للأشخاص، بالذات للسي دي 4. طيب ايوه بالنسبة للأشخاص اللي مثلا بياخذوا كورتيكوسترويد، اللي بصير معهم الليمفوبينيا بس بصير النيوتروفيلز بترتفع، يعني نعتبرهم كومبرومايزد يعني، بس انه بص، يعني هو مش ما صار كورتيكوستيرويد، ليمفوبينيا كاملة، بس صار شيء واحد. الكورتيكوستيرويد دي اصلا، الكورتيكوستيرويد نفسه هو ده اميون سبريسنت دراج، يعني هو اصلا بيعمل اميون سبريشن وانتي انفلاماتوري، صح؟ طيب دكتورة، ما هو المهم نفهم الكوفيد، هو في ديجري اوف اميون سبريشن، اللي بتبان امتى بقى؟ اما بياخدوا لمده شهور وسنوات، يعني مش حد هياخد كورتيكوستيرويد في اكيوت توز هيحصل له اميون سبريشن، ما بيلحقش. الكورتيكوستيرويد زي الناس اللي عايشة على الكورتيكوستيرويد مدة طويلة، سنين، زي الناس اللي عندهم سيستميك لوبس اريثيماتوز، ده عايش طول عمره على كورتيكوستيرويد، ده بيبقى اميون سبريست، يعني ده يبقى سسبتبل للانفكشنز بسهولة، سسبتبل للانفكشنز العادية، سسبتبل للاميونتي بتاعته، حتى لما بيجي يجيله دور برد او يجيله اي انفكشن بياخد وقت طويل قوي على ما يحصل له هيل. طيب دكتور بالنسبة للشخص مثلا عامل سبلينكتومي بينما الليكوسايتس عنده تمام، لا، ممكن اعتبر السبلينكتومي، الليكوسايتس السبلينكتومي مش سبب الاميون كومبرميشن، اه يعني السبلين مش مصنع وايت بلاد سيلز، ما بيصنعش وايت بلاد سيلز. السبلين هو استورج للار بي سيز مينلي، وبيشارك في الاميونتي بالليمفوسايتس، يعني الليمفوسيتك اميونتي. انما السبلينكتومي ما بيعملش اميون سبريشن، يعني في ناس كتير قوي بتشيل السبلين وما بتبقاش اميون سبريست. تمام، شكرا دكتورة. اي سؤال تاني يا دكاترة؟ يا دكتورة، أنا بدي أسألك عن المحاضرة الماضية. هلأ اللوبار بنمونيا بصير بالتولانج ولا بس لانج واحدة؟ هي أغلب الحالات بتبقى لانج واحدة، يعني لوب آه وان لوب في لانج، لكن في حالات قليلة قوي، رير يعني، نادر، ان هي ممكن تبقى في بوست لانج. طب دكتورة، إذا كان بالبوت صح بيموت يعني؟ الإيه؟ يعني إذا صار بالتولانج ممكن إنه يموت خلص، صح؟ ممكن في الاكيوت اتاك ممكن يموت، بس اللوبر نيمونيا عامة بيبقى البيشنت اصلا هيلثي، وبتبقى مناعته قوية، فبتاخد بيقدر يقاوم يعني، حتى لو بوصله، بس بيبقى دور شديد يعني، شديد جدا، بيبقى هاي فيفر فوق ال 40 مدة 10 ايام، ومحتاج كورس انتبيوتيك، ممكن ياخد انترا فينوس انتبيوتيكس يعني، بس أيوة اغلب الحالات بتعدي يعني. تمام، لما شكرا. البرونكو نيمونيا البيشنت اصلا، احنا قلنا بيجي في ال بيشنت، في بيشنت المريض اصلا، أيوة تمام، شكرا. فبتبقى اخو. اي سؤال يا دكاترة؟ خلاص، حد عنده سؤال تاني؟ طيب خلاص، أشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد.
مات تي بي. السلام عليكم. الله معك دكتور، يعطيك العافية.